مزيانه مزيانه عندنا واحد خارجه شويه على الاطار ولكن تفرجتي في المسلسلات المغربيه ديال سميتو تفرجت في المكتوب المكتوب شو كرهتيني فيك اصاحبي كنت كنحترمك شوف المكتوب باش خسروه نقول لك هو في الاول بان لي شويه مزيان انا حيت ما جيت حتى النص بقيت غادي متبع شويه ولكن وصلوا حتى لواحد النقطه في الاخر الخرب اللي البلان ما مفهومش بزاف اللي هو انا ما تفرجتش فيه انا راني تفرجت في الاخر دابا هو فاش ماش داك سميتو الراجل ديال ديك سميتو اش كيقولوا لها المهم فاش مات راجلها اشنو دارش ديك الولد وكدا ولكن نساو يوسف ولدها لا نساو داك اللي كان مصاحب معاه في الاول ايضا اشنو غادي يدير السيناريو اشنو غادي يدير مع داك السيناريو كان لا يحلاه واقيلا حاش الله القاسم نساو بنادم حيت نساو بنادم بصح نساو اشنو غادي يوقع ما بين داك الاخر داك راجل سليمه واخت يوسف اشنو غادي يدير معها حيت قال ليه لا ما تجوزتيش ليا بفلان بخشيه وكدا هذا راه فين هو العرس مازال ما شفناش العرس صافي راهو العيد وما طلقش سليمه ويعني فهمتيني داكشي مازال ما كاملش تنشوفوا النيم تنشوفوا واحد السكيزوفرينيا في المواطن انا جايك سؤال ولكن باش نجيبك لهذه النقطه هذه كنشوفوا واحد السكيزوفرينيا مثلا 30 مليون مغربي مثلا المواطنين بلا ما يدخلوا لي واحد الفئه ويبقاو يجهزوا البارود ويتيريو فينا واحد الفئه تتسب مثلا المسلسلات ديال القنوات الوطنيه وهي تقريبا ما نقولوش كل شيء تقريبا نفس الفئه اللي كتفرج في المسلسلات هاد السكيزوفرينيا هادي واش عندكم معها مشكل انتما بالنسبه للاغاني ديالكم المواطنين معاك وفي نفس الوقت ضدك شوف طبيعه دي طرات ليا في واحد الاغنيه هادي سبحان الله العظيم دابا انا كانوا الناس فهمشيني في ديك الوقيشه عاجبهم الحال اون فوا خرجت واحد الديسك ديال انا واحد الرابر كلشي كومونتير تسبان كدا كلشي كلشي سبان يعني كان واحد الوقيته معاك شويه ولا ضدك بالزربه ما بين ليله وضحى اليوم خرج الديسك غدا ما كاينه الكلاشات كومونتيرات خايبين علاش ما عرفتش الله اعلم يعني هنا فين كتشوف انه فهمتيني كاين تناقض كبير فهمتيني تناقض كبير يقدر بنادم على شي حاجه بسيطه ما يحملكش بنادم يقلبك تقلب ما بقاش باغيك وماشي ما فهمتش انا هذه القضيه هذه ما عرفتش مازال دابا ما فاهمهاش مازال ما لقيتيش شي حل هاد الظاهره مستحيل تلقى لانهم مع كامل احتراماتي لا كامل احتراماتي للناس اللي فاهمين وواعيين وعارفين البلانات ملي كيرجع العرض ديال النجمه 6 تيكثر المعيور كيكشهر النهار اللي كيتحيد تتحيد النجمه 6 تيوليو المواطنين زوينين ظريفين لا راه حيت بصح كاين واحد الفئه ماشي كلشي ولكن كاين واحد الفئه فهمتيني صافي كاينه كونيكس كيبغي كومونتي ما كيدير والو كيبغي كومونتي سبان معيور هو عنده غريزه انه خاصو يسب لا ما سبش اليوم واحد 10 المرات ما يدش ليه النار وهذاك دابا حنا في الجرائد تتحط له ماده اعلاميه مهمه بخصوص واحد الشيء وانتوما حطوا لينا هذيك تتحيد له هذيك تتحط له هذيك وحطوا لينا هذه تديروا لنا التفاهه تتحط له شي حاجه لا وحيدوا لنا هذه ديروا لنا المعقول المواطن هو ما عارفش راسو فين جالس غادي بصح والنيم هذا رمضان هذا لبستي جلابه وشتي راس الدرب بصراحه لا بصراحه انا كنت فهاد رمضان هذا صورت واحد مقالب فمشيني حيدت من الموسيقى فمشينا دزت الحاجه اخرى حيت انا اصلا كان عندي حلم انني نولي ندير تمثيل شويه نتوقض معاك فمشينا ندير تمثيل شويه لا حيت بصح وحق الله انا كان عندي حلم شحال هذه ابر الموسيقى كان عندي حلم نمثل ونقدر ما عرفتش حتى دابا ما عرفتش قدرت تشوفني في شي فيلم ولا شي حاجه ما عرفتش كتظن ان وجهك ديال التمثيل ما عرفتش ولكن انا بالنسبه ليا حيت انا عندي مع الاخراج شويه وعندي بزاف الامور انا فاش كنشوف راسي مثلا في شي فيديو كليب راسي تنشوف تنشوف راسي في شي فيديو كليب ولا شي حاجه حيت انا فايت ليا مثلتش في فيديو كليب باش شفنا في فيديو كليب باش مثلتش فيهم يعني فاش كنشوف انا الفيغوره ديال وجهي نقدر نمثل نعطي اكثر فهمتي تقول نقدر نعطي اكثر دابا علاش دينا هاد الخليقه اللي عندك
لجميع المواطنين بلاتي هذه اونتر بارونتيز حنا جينا كنضحكوا في ثاني عيد كله همو كله واش مبروك اخوتي بيس هذا هو عرفتي الناس كانت جايعه في هذا رمضان هذا بنادم تيقول لك غدا غنعيدوا نقصوا الساعه غدا غناكلوا والحلاوي والتبن والكرافس اخشوا وجهكم دابا بنادم غلط دابا دابا اللي غينزل تبقى تبان لك رجليه غليظه بنادم ما تياكل الا عطيناك مسلسل مكتوب اش من دور تختار واش نقول لك نقدر بالنسبه لي انا ما تختارش الدور ديال ديك يوسف اللي تالف نقدر نصرحه برا وجوره ولد الشعب مشينا اخوكم ولد الشعب يقدر ينود الروين في ذاك الفيلم والله الا معاك بصح انا جانا كيعجبوني افلام ادوار ديال ولد الشعب فهمتيني انا كيعجبني هاد المتقمص بحال مثلا هاد الشخصيه شحال كتعجبك دير هاد بصح مؤخرا صورت واحد المقلب صورته الدراري صحابي بالضحك دابا راه غادي تقريبا شي 500,000 واقيلا في الفيسبوك ولا ما عرفتش المهم شي 500,000 غادي بالضحك فهمتيني قلت نجرب راسي نمثل على الدراري صحابي واش غتصدق ولا لا واش غتصدق ولا لا وي تصدق سبحان الله العظيم فهمتيني غادي دابا المقلب شي 500,000 ما كنتش لا داير معاهم لا والو خوتي جا داكشي ابارازر بالضحك قلت لهم راني فاطر في رمضان ويلي او ماتش تا هو الرياكسيون ديال واحد الدري صاحبي عطاني تصرفيقه الله شفتو ولكن ما كملتوش عطاني تصرفيقه ما فهمش والو صافي عجب الناس داك المقلب وهنا ندير واحد اخر عاوتاني ديال الدري صاحبي قلت ليه صورني وانا نقلب الكاميرا هذه اللي هي اللي صورتي هنايا مع فنزازه لا ابار على فنزازه تا فنزازه صورت مع اول مقلب هذاك اول مقلب اللي هنايا في الاستوديو ديالنا كنا جبنا واحد الصديقه ديالنا دار عليها زعما باللي راه ما كتغني ما والو وقلبات عليه الطابله راه ضرب شي مليون واقيلا ب 100,000 قلبات عليه الطابله قلبات عليه الطابله صافي حماقش بيني وبينك كانت عارفه باللي المقلب كاين ولا لا لا حلا ما كانتش عارفه الا ما كانتش عارفه قلنا لا حنايا راه جاي واحد المناطق هي ما كانتش كتعرفو هي اصلا فهمتيني قلنا لا كدار كاين واحد المناطق كدا ديال الغناء صافي سمعت الغناء وكيف درناها بها كيفاش هذيك البنت شافتك ملي انت ما درتي حتى شي رد فعل كيفاش انت بقيتي كتبان لها بحال كنت كنبان لها انا اصلا سكتت صافي دخلت صافي دخلت راسي خليت فنزازه ولا كيدوي تحيه لفنزازه من هذا المنبر راه داك السيد الله يعمرها دارو متواضع وانسان فهمتيني قلب الكبير فنزاز هذه المره بقى دير الكاسك دير شي كاسك ديال الجودو شحال بقى يقول لك مولك ولبس الكيمونو ديال الكاراتي والنيم خويا الحبيب بغينا الصراحه الصراحه انا شوف انا ديما الصراحه المغنيين دابا اللي كيدوخوا الشباب واللي كيتحط فيديو ما كاملش 5 دقائق تلقاه ضرب 700,000 800,000 في اليوتيوب كاين البيع والشراء ديال المشاهدات ضروري شوف كاين البيع والشراء كاين راه اصلا اليوتيوب عاطيه واحد الميزه انك فهمتيني تدير بحال قلتي سبونسورينغ فهمتيني تسبونسوري من اليوتيوب بحالاش راه نورمال بحال كيف ما كيطلعوا لك الاشهارات الاعلانات فاش كيطلعوا لك الاعلانات في اليوتيوب راه داك الشخص اللي دير ديك الاعلان راه مخلص فلوس باش يطلع ليه الاشهار ديالو باش يطلع الاشهار وراه حنا دابا حنا في واحد الوقت ديال الاشهارات لا كاينه التجاره هادشي اللي بغيت نوصل لك راه التجاره دابا راه فاش هذاك الاعلان فاش كيطلع راه كتخلص اليوتيوب وكتخلص فلوس صحيحه راه ماشي شي حاجه اللي قليله راه كتخلص راه اصلا الاعلانات ديال اليوتيوب راه غاليين فهمتيني راه ساويين الثمن ساويين كانوا شحال هادي ما ساوينش دابا ولاو ساويين فهاديك الوقيته كان شحال هذيك الناس شحال كان الاشهار ما كاينش شي مغني في العالم ما دارش الاشهار من غير الاشهار الاشهار هو المشاهدات حنا كنعرفوا هو المشاهدات الا تحطت فيه ماده خاص يدار له واحد محرك المشاهده المواطنين ماشي محرك البحث محرك المشاهده يعني كاين مثلا واحد استوديو تلقى فيه سوا بي سي سوا تليفون تلقى فيه 200 تليفون 500 تليفون كل تليفون فيه شي 70 ولا 60 سيرفرات ما بغيناش نسميهم باش بنادم ما يديرش هاد الخدمه هادي حيت هذيك راه كيديروا له ديك الدفعه هذيك شوف نقول لك هاد القضيه كانت في الوقيته نقول لك امتى كانت في 2014 15 16 17 حتى 17 كانت فهمتي ولكن صافي تحدات في 17 ملي بدا ولاو كيخرجوا هاد القضيه ديال واتش تايم حتى دابا راه مازالين راه ماشي تزيرات تزيرات وكاينين كاينين اللي كيديروا هاد القضيه بخدمه فهمتي وكاين اللي كيخدم عاوتاني
بروفيسيونيل. كيجي ارتيست بحالنا دابا حنايا في الاستوديو، يجي ارتيست تاع نخدموا معاه في كل شيء، مثلا اي حاجه في اي حاجه، مثلا في اي حاجه. دابا راه كل شيء الحمد لله ولا سهل، ماشي بحال ديك الوقايش. فهمتيني ديك الوقايش هكذا بنادم تالف تالف ما عارف فين غادي. والنايم انا كثرت عليك في الاسئله. لا مرحبا دابا باش نحس براسي باش نهضر معاك. ياسين البي سي ياسين مرتاحين، الكاميرا مبيكي علينا. كاميرا بيس تحيه لخوتي. شنو تقدر تقول لي حتى انا باغي نورطك؟ عشتي هذه الفتره ديال الشيخه ولاد الشيخ؟ راه كندير بوم في الفيسبوك. فريمون فريمون ديال واحد ما نقولش لك نتاوش مع الشيخه ولا ضد الشيخه ولا مع الشيخ ولا كيفاش كيروجوا للشيخه. انا بعدا انا ما مع حتى شي واحد وما كنطبل حتى شي واحد، ولكن ما غنروش لشي حاجه اللي هي غير اخلاقيه. غنجيكم بصراحه ما نروش ليها. شفت المنكر نحطه، لانني الا هضرت نهضر على شي حاجه زوينه، شي حاجه اللي غادا تنفع ولدي. حتى انا قلت ولد البيلوت وقالت لي مثلا بنتي ولا ولدي بابا بغيت نولي بيلوت، ماشي هي بنتي غتنقص تقول لك ماما بغيت نولي شيخه. راه هذا الشيء المواطن اللي ما بغاش يفهم. نهضروا على الشيخه اللي هي في ذاك المسلسل المذكور، ونهضروا على ولاد الشيخه، ونهضروا على السيد اللي خرج اليوم بهذه الهضره، لانه خرج واحد دكتور معتوق. ما عرفش انا سميتو، انا تنعرف بولحيا هو دكتور معتوق بولحيا. ما عرفناش سميتو صراحه لله، ولكن كنا متبعينو ونسيت عليها. كيبان لي وجهو الفيغوره ديال وجهو تنشوفها تتبان لي في الفيسبوك. خرج معتوق دكتور معتوق، اسمحوا لنا على الاسماء لاننا حنا ما مركزينش ما عرفتش انا والله ما عرفتش كاع سميتو بالله. قال بانه هذا هو الميدان ديالو اللي غادي يهضر فيه، فاش بغيتو يهضر. هذا داعيه للاسلام غيهضر في هذه المسائل اللي هي كتنص وكتحث على اننا نلتزموا بالاسلام. انت من المنظور ديالك نجمعنا هاد الشيء كلهم في حاويه واحده، شنو رده الفعل ديالك في الشيخه ولاد الشيخه وفي الشيخ؟ شوف بالنسبه للشيخه، هما بغاو يروجوا، نقول لك بغاو يروجوا كانها فهمتيني فنانه فهمتيني، حيت شحال هذه القضيه هذه كانوا كيروجوا لها، ودابا ولات اكثريه في هذه الافلام وهادشي هذا باللي راه الشيخه فنانه، باش من الناس ما ياخذوش على ان الشيخه باللي زعما راه تدير شي حاجه اللي خايبه. هما هادشي اللي بغاو يروجوا له، ماشي تنقول انايا. هما داكشي اللي بالنسبه ليا المعتقد ديالي انا، اشنو بغاو يديروا، اشنو بغاو يوصلوا للناس، انها زعما الشيخ، حيت حنا من شحال هادي ملي تزادينا تنعرفوا ان الشيخه تدير عمل ما مزيانش. فهمتيني تدير عمل ما مزيانش زعما فهمتيني، كتشطاح كذا وراه هي فريم، ولا جينا ندويو في الدين وكذا وهادشي هذا، راه فريم وراه ما خاصهاش تغني وما خاصهاش تشطح وما خاص، راه لا يصح الا الصح. هو فريم دابا الاستاذ الشيخ ما عرفتش كاع شنو سميتو، تنعتذر من هاد المنبر هذا، ما عرفتش الاسم ديالو. المهم هو راه تبارك الله معروف، وجهه معروف، هو قال انه فهمتيني هاد القضيه هادي باللي راه بلان ما والو، فهمتي ترويج. راه داكشي اللي قلت انايا ترويج، بغاو يروجوا لواحد القضيه باش الناس تجيهم ديما عاديه، ولا جينا نهضروا في المعقول عاوتاني راه داكشي بصح ما خصوش يكون، ما خصوش يكون، ما خصوش يكون، ما خصوش يكون. وداكشي اللي كاين في داك المسلسل ديال الشيخه وكذا راه حتى هو كاين، راه فعلا داكشي راه فعلا كاين، كيجسد الواقع المغربي. هذه هي النقطه اللي بغيت نقول لك عليها. فوالا كيجسد الواقع المغربي. اي شريط سينمائي ولا اي مسلسل كيصوروا فيه شي حوايج، نقول لك واحد النقطه ومن هذا المنبر هذه، هاد القضيه هادي شحال من واحد كيمثل في شي مسلسل ولا في شي فيديو كيقول لك لا انا كنجسد الواقع المغربي. حنا الواقع المغربي الاخوان حنا عارفينه كنشوفوه بعينينا، ولكن المواطن كيعيش داك الواقع الافتراضي. فوالا شي اللي بغيت توصل، حيت دابا كاين واحد الفئه ديال الناس فاش كيشوفوك تتمثل واحد الفيلم راه كيسحب لهم راه انت، راه انت ولا انت هو الواقع، كيسحب لهم هذاك هو الواقع. لا عفوا هذاك راه ماشي هو الواقع، هذاك راه غير كيجسد واحد الدور ديال واحد مثلا، حيت حنا في المجتمع ديالنا راه كاينه الشيخه وكاينه بنت الشيخه وكاين اخت الشيخه وكاين الشيخات، هما شيخات شيخات وباترونات ديالو بصح. فهمتيني خلي انا تنقول الواقع، كاينين باترونات ديالو بصح ابار علاش، وكاين اللي خدامه في الدعاره وكاين اللي خدامه في الروينه وكاين اللي كيتاجروا شبكات دوليه كيجيبوا كيطلعوا الدريات من المغرب للخليج لدبي للروينه موجودين، وهادشي هذا راه كاين موجودين، هادشي كاين. اما بالنسبه للممثلين راه كيجسدوا واحد الدور اللي عطاهم المخرج،
راه ماشي هما دايرين هكاك، راه غدا هذيك غدا تكون شيخه، غدا تلقاها استاذه ولا طبيبه ولا شي حاجه في شي فيلم وراها خدامه. اه عادي، المهم راه خدامه، راه المخرج راه مخلصها. رسالتي ليك وان نيم هي انه انا غادي نمثل واحد المسلسل بحال هذا اللي كيقولوا عليه المكتوب، والله ما تفرجش فيه ولكن تنشوفو. انا بعدا ما عنديش القنوات، ما عنديش القنوات الوطنيه في الدار عندي، كنت تفرجت التلفزيون وحق الله. كاين الواقع اللي غنبغي نجسدو ماشي ديال الشيخه، كاين الواقع اللي غادي نجسدو ديال المراه اللي كتنوض مع 4 الصباح تمشي تجلس في المو... في, 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 في الموقف. المراه العيالات اللي كيمشيو يخدموا يساينوا الترونسبور، كيمشيو يخدموا مع مع 5 الصباح، العيالات اللي كيخدموا كراسنيه تمشيو مازال كابلاج. نقولوا كاين مراه ارمله، كاين مراه ما عندها ما تاكل، كاين مراه اللي كيطمعوا فيها الناس في الزنقه، كتخرج مسكينه خدامه في قهوه يطمع فيها الكارسون، يطمع فيها الكليان، يطمع فيها مول العصاره. علاش ما نجسدوش هذا الواقع ونجسدوا مثلا الكارسونه ما نجسدوهاش تتكمل، لان احنا عارف الكارسونه تتكمل الا من رحم الله، ماشي كل شيء. علاش حنا كنجيو ديما غير الشيخه تعارجيه؟ بحال دابا انا كنشوف حاجب حاجب كنسمع واحد، انا هادشي علاش ما كندخلوش راسي تراث العيطه، تراث الشيخه، تراث انا داكشي ما نقولش له تراث، تراث ماشي تراث، داكشي ماشي تراث. كينوض واحد كيقول لك ودابا انت اللي كتسب الشيخه وكتسب هادي، وراه امك كانت شيخه. لا 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 حاشا حلا. شوف نزلت ولات الرداء فوالا. دابا يعني دابا كاع الامهات ديال المغاربه شيخات، هادي معي واخا وحشومه امي شيخه ولا امك ولا مت هذا شيخات حشومه. ايوا سيدي، ملي انت عرفتي امك ولا امي شيخه حبسها عند حدها، حب عند حدها فوالا. اي كانت شيخه. واحد شفت واحد المنشور واحد النهار سبوا فيه هاد الحياه، هاد الداعيه هذا كتبوا له انت اللي كتهضر رفيه مات الاستعمار مك كانت شيخه. لا حشومه حشومه لا حشومه وعيب وعار. انا بالعكس انا مع داك السيد اللي داك بولحيه، انا معاه متفق معاه، فهمتيني؟ دواء للحق، دواء للحق. وبزاف ديال الناس راه متفقين مع هذا الانسان هذا، حيت راه ما قال شي حاجه اللي ماشي، قال شي حاجه اللي في الواقع، فهمتيني؟ كنتمنى كاع الناس يحيدوا منهم التفكير هذا ويتبعوا هادشي اللي قال السيد هذا، حيت كيقول شي هضره معقوله. واش دابا نتوما مثلا كتشوفوا دابا مثلا انا فاش لاحظت، فاش تفرجت في المسلسل لاحظت انهم الا لاحظتوا اخوتي المغاربه اشنو كاين؟ ديك سليمه ولا ما تلقاها كتكمي ديك الشيشه الكتريك، هما كيروجوا انه الشباب كيروجوا انهم الشباب يوليو يكميو ديك الشيشه الكتريك يعني كتولي في لا مود. يعني دابا غتولي بحال قلتي طوندونس ديك الشيشه شافان راه يرد دابا الشباب مثلا 15 عام 14 عام 13 عام كنشوفهم شادين ديك الشيشه الكتريك ولا محلاش ديال ديك الشيشه بالعمارات كتعمر كذا كتاخذ شيشه الكتريك. زيروهم دابا جو طابل تتشري ب 300 درهم وكتلوح 300 درهم. هما دابا ولاو كيبينوها في التلفازه، فهمتيني؟ ولاو كيبينوا هادشي دابا في التلفازه باش كيروجوا لهادشي هذا باش الشباب يطلعوا بحال هكا. يعني راه حشومه، نتمنى فهمتيني يديروا شي فيلم مثلا ديال شي بنيته صغيره دايره الحجاب ولا شي حاجه وكتقرا قران ولا داروها داكشي. داروها ماشي بزاف داروها، ولكن سماوها سحليفه. حشومه. شوف دابا حنا باقين فيه ودابا شنو دابا حنايا نطعنوا في الشيخه وبنت الشيخه ولا في السحليفه اللي كتعلم الدراري والدريات الصغار التحرميات؟ وسميونا كاينه واحد الفئه دابا ديال الناس، حنا راه غير شباب الحمد لله. يقول لك هادو عندهم امراض نفسيه، عندهم كذا عندهم كذا، ولكن شوفوا الواقع هو هذا. نهبطوا من مستوى الشيخه لعند البنت اللي هي انتم كتكونوها باش تولي شيخه من هنا للمستقبل. ودابا بنادم الا بغى يتزوج، دابا بنادم اللي بغى يتزوج ما يلقاش اللي غادي يتزوج، حيت صافي روجوا الناس لهذا الشيء هذا، روجوا هي تاخذ شيخه هي تاخذ سحليفه، ما تاخذ شيخه ولا سحليفه صافي. ماشي اللي ما كاينش دابا الشباب، والله تنشوف الشباب باغيين يتزوجوا وباغيين يديروا معقول، باغي يدير وليدات، ولكن فاش كتشوف بحال هكا ما صافي ما كيبقاش يزعم على ذكر الشباب. الشباب راه صافي، راه الشباب راه الله يعاون.